ولمزيد من النقاش حول قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل في العراق ينضم إلينا الأستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر سكايب من واشنطن. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ كامل. يعني أنت قانوني ومتخصص في هذا المجال، نود أن نعرف من خلالك قراءتكم لهذا القانون. يعني لو تسمح لي، هذا القانون أنا مواكبة عندما كنت بالعراق، وشكل مدحت المحمود محاكم النشر لمتابعة قضايا الإعلاميين وأصحاب الرأي. ارتأت بعض الدوائر الدولية ووكالاتها أن تجهز العراقيين بقانون لحماية أصحاب الرأي من الاستهداف القانوني عبر القضاء، فأوجدت قانون لإتاحة المعلومة للقوى الشعبية، للرأي العام، للقوى المهنية الإعلامية. ولكن بعد أن أرسلت مشروع القانون اللي هو عبارة عن ضمانات وحمايات لأصحاب الرأي، مجلس النواب أرسله إلى مجلس القضاء واللي وقتها كان يترأسه مدحت المحمود، فأضاف وعدل وشخبط إلى أن يعيد إلى مجلس النواب. فالمنظمة الدولية رفضت تمرير هذا المشروع لاعتبارته عار على حرية الرأي ومخالف للدستور، وعطلتها وانتهى عملها. وكل جلسة يناقش بها مشروع قانون المعلوماتية كان يتعلق بتقديم الضمانات، أما أن يصبح القانون هو لتجريم للحصول على المعلومة فهذه كارثة. وأعتقد القضاء كان له دور بهذا المشروع بالإضافة والتعديل. لو تلاحظون، القضاء الوحيد المستفيد من هذا القانون أعطاهم حرية التقدير والتنسيب. أكثر من ذلك، القانون حتى وفر لهم منافع وظيفية. يعني بنص القانون يقول القاضي اللي يدخل دورة يتعلم بها بضبط المعلومة الإلكترونية ولتكن حتى لو نصف ساعة الدورة، يصبح معفي من امتحان الترقية، وممكن يتحول قاضي من صنف رابع إلى صنف أول ويدخل محكمة تمييز لأنه دخل خلال الحصول على هذه الدورة. نعم، عمل قضائي في جرائم معلوماتية، وهذه هي الكارثة. طيب أستاذ كامل، السؤال الذي يطرح الآن، هل الأحزاب والميليشيات والحكومة والقوات الأمنية بحاجة إلى قانون كي تقوم بعملية تكميم الأفواه كما يقول الناشطون؟ طبعا والله هذا سؤال في محله. هي المحاكم إلى يومنا هذا تصدر أحكام ضد كل من يمارس حرية التعبير سواء كان داخل أو خارج العراق، وأصدرت مئات إذا مو آلاف الأحكام على عراقيين نشطاء، منهم حتى قاضي بدرجة فقيه مثل رحيم العقيلي اللي عشرات الدعاوى لأنه نشر منشور يتعلق في موضوع فساد أو موضوع إساءة للدستور أو للقانون. فالقضاء هو مستمر يحكم على الرأي، وهناك محكومين لحد الآن في السجون يقضون محكوميتهم، ومنهم محكومين وفارين أصدرت المحاكم حكم غيابي بحقهم. يعني لماذا اللجوء للقانون هذا إذا المحاكم تعمل بإصدار الأحكام ضد كل من يقدم رأيه؟ الخطير به أنه بإمكان القضاء الآن إذا مرر هذا القانون أنه يحاسب حتى القنوات الإعلامية اللي تنقل معلومات حقيقية بنص المادة، يقول وإن كانت حقيقية المعلومة إذا تعلقت بشخص أو بعائلته أو بسمعته فتعتبر جريمة ويجب أن يحاسب. أستاذ كامل، إذا كانت المنظمات الحقوقية وصفت مشروع القانون بأنه تخويفي وترهيبي للمجتمع العراقي، وإذا كانت الحكومة تراه أو ترى أنه يأتي لتنظيم فوضى المعلومات كما تقول، أنتم ماذا ترجحون؟ لا يعني هو في مادة بالقانون يقول القانون ضامن لحرية الرأي، ولكن لو تفتش بالقانون في مشروع القانون ولا مادة ولا فقرة ولا سطر بضمانات لحرية الرأي. بالعكس،
القانون يحاسب الجميع بما فيها إذا أنت استلمت أو نقلت أو بادرت بتقديم معلومة حتى لو كانت حقيقية، تحاسب جنائيا، وهذه كارثة. نعم يعني لا أدري وين عندهم القضاة الوقت والإمكانيات اللي أن يتابعوا ملايين العراقيين الآن اللي يستلمون حتى بدون إرادتهم أشكال من المعلومات الإلكترونية، قسم منها حقيقية وقسم غير حقيقية، فكيف صحيح. راح يحاسبون؟ ولهذا أتمنى أن نستغل هذه الفرصة الاستضافة يعني لنطالب كل القوى الشعبية، قوى الرأي العام، المهنية، الإعلامية، هل لاحظت أستاذ كامل أن بنود القانون فضفاضة كما قال بعض المراقبين، وأنها تمس الحقوق والحريات ولا يمكن أن تكون فضفاضة بهذا الشكل بطبيعة الحال؟ هل لاحظت هذه الملاحظة؟ نعم القانون بلا يعني خارج كل الأصول التشريعية، القاعدة التشريعية المعروفة أن تكون جامعة ومانعة، جامعة لكل الحالات ومانعة من التفسير. لأي اختراع؟ نعم هذه لا فيها جمع ولا منع من التفسير، بإمكان أي موظف عام، أي محكمة، أي قاضي أن يعتبر حصولك على المعلومة أو محاولة الحصول على المعلومة هي جريمة وعليك أن تحاسب جزائيا وماليا، وهذه هي الكارثة. مرة أخرى إذا تسمح لي، يعني أتمنى من كل اللي النشطاء أن يكفوا من اعتراضاتهم، لأنهم سيمرون هذا القانون بشكل أو بآخر، وإنما ندعو لكل العراقيين، كل من حامل هاتف نقال، بأن يستخدم هاتف النقال لنقل المعلومة المتعلق نعم بكل فاسد، كل قاتل عراقي وغير عراقي، أساء أتمنى أن للحياة تصل العراقية هذه الطبيعية. النصيحة منكم أستاذ كامل الحساني رئيس أتمنى المركز الوطني للبحوث والدراسات عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك.